Lee, I'll bet in. الواد ديمون يا جدعان، الواد ديمون. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده يا شباب هنعمل رياكت على الورلد ريكورد في ريبيرس ايلاند جيم سولو سكواد 69 كيل. من غير ما اطول عليكم يلا نخش على الجيم على طول. طب يا شباب لما نبدا فيديو النهارده، سبونسر فيديو النهارده هو لاجو فاست. لاجو فاست هو في بي ان تقدر تستخدمه وانت داخل اي جيم بيدعمه لعب كتير جدا وعلى كذا منصه عندك، على سواء بي سي او على الكونسول بتشتري له قطعه. ده بيدعم لك ان انت تقدر تخش على بينج قليل، ف اقرب بينج ليك عموما، يعني اقرب سيرفر ليك علشان خاطر تتلاشى حته اللاج والحاجات دي. تقدر يا شباب في حاجة اسمها ايزي لوبي كانوا منزلينها، حضرتك تقدر تخش بتختار طبعا الكلمة دي شو ريجنال عشان يقولك التوقيت، وتختار التوقيت اللي بيكون متأخر في البلد دي عشان تقدر انك تستفيد من الكونكشن. بيدخلك على اللوبيز مثلا بتبقى اخف شوية عشان خاطر الاس بي ام ام، وبتخش على حاجة بتكون الكونكشن فيها برضو بتلعب بالكونكشن بتاعك انت عشان ما تتأثرش، تختار البلد اللي انت عايزها وتبقى عامل بوست. ممكن تختار FPS Boost ده عشان يعمل لك زي اوبتمايز للجهاز بتاعك. نيجي يا شباب للاشتراكات بتاعتهم، كل حضرتك هتعمله في ديسكاونت كود CXC30، هتعمل ريديم هتاخد 30، تاخد 30% خصم. تقدر انك تعمل تجربه، في ممكن تجربه لمده يوم فور فري، او ان انت تعمل ريديم على طول لو عايز تشتري على طول وتجرب. يلا بينا نرجع الفيديو. طب يا شباب رجعنا للفيديو ويلا بينا نبدا الفيديو. اسمه دي اكس ام، الشاب اسمه دي اكس ام. نازل كنترول، الصوت عنده خربان برضو. شاوي شاب كنترولر بينج 54، ده بينج عالي يعتبر. ده كأنه عربي ولا حاجة. دي بينجات بتاعت سلاح جميل يا جدعان. السلاح الفيديو تقريبا ده الايمس تقريبا ولا موديل ال. ايمس هو سلاح جميل جميل. جي بي ار الشاب مهايبر 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 يعني. مترو جول يا جدعان، هو فيلم رعب اقسم بالله شغال. يا نهار ازرق. الواد ديمون يا جدعان، الواد ديمون، الولا ديمون مستغل اللي مأسست يا شباب استغلال مش طبيعي. مش ماونتينير يا باشا. جوه هنا ولا ايه؟ دخل شمال. حته السلايد كانسل اللي ورا والقدام ويمين وشمال دي تفرق يا جدعان، ده السكيل جاب حرفيا، ده اللي هيخلي في فرق في المهاره بين واحد والتاني. لا
Marking the rest of that squad on your tac map. Get... على الشمال. أيوة. Enemy destroyed. Use your tech map to hunt down the rest of them. وارجع له على الجهاز. هو بس محتاج يشتري له داوت عشان هو بدأ ينرفزنا. أنا محتاج يشتري له داوت. يا ابني ما فيش ماونتينير يا ابني. طبعا يا باشا طبعا حقك. شفتوا يا جدعان سحبت مايكل اللي عملها دي لما راح اعمل سلاك كانسل لورا. حوار جميلة يا جدعان. اومني موفمنت جميلة بس عايزة انك تفهمها. مجرد ما تفهمها هتعملوا كليبات. شفتوا السلايد للشمال دي؟ يا ابني ما تجيب له داوت يا ابني. هو فرص قدامه مش عايز يضيعها. محتاج بركات. متخيلين الشباب انه معهوش بركات لحد دلوقتي؟ حد على الشمال. انا مش بيتهيألي في حد قدامه. ايوه صح كده. السلاح ده يا جدعان على الكنترولر مش طبيعي. الولا مش طبيعي. حد نزل يمينه. بصوا يا جدعان الايمو اسيست لما بتيجي تفك الايمو وتعمل تاني الروتيشنال. يا نهار ازرق يا جدعان. يا نهار ازرق. قفش اي بركات من على الارض كده. قفش السكاف وتراكر وريزليوت اي حاجه. ده اللوبي يا جدعان عناب. لوبي عناب. بركات احسن هنا كنت خدها. اسمش. سلاح ده يا جدعان. انتوا متخيلين انه عمل كل ده بإي آر واس ام جي جراوند لوت ومفيش بركات وابصل 41 كيل. انتوا متخيلين يا شباب؟ اخد سبيشالست ما جابش حتى اس ام جي تاني. ده اس ام جي جراوند لوت صح؟ بدل كده. جراوند لوت ده ازرق كمان. يا نهار ازرق يا شباب. 43 كيل. واحد تاني وراه هياخد عليها اي. Get ready.
هو بقى عايز يبص للنماد مكمبر هنا ده. بي او في ده ادفانسد كمان. ده هو باين اصلا الوقت. باين باين باين. يا الله يا جدعان يا الله يا الله 46 كل 46 كل ولسه الفاير سي ده لسه باقي دقيقه على السيركل عشان تقفل ريفرس تبقى ديسيبل. Fire sales over. Adjusting. يعني الدمج بتاعه مش بتاع بنج 50 خالص يا رجاله. خالص. واحد تحت وفتح السنايبر. لا اله الا الله لا اله الا الله. الميزة اللي في الواد ده انه بيسلايد كانسل لكل الاتجاهات. مات تحتيه مع يو في تاني. لا اله الا الله. ايه ما اسست يا جدعان في اللعبة دي رهيب. بس هما بيقولوا اتنرف. 57 كل بيلعب بلندر. لوبة عيانة خالص شباب. لوبة عيانة خالص. يا دي نومي. هو ده عم كمبر فوق لسه كل ده. هو طبعا دي على الطبطاب بالنسبة له جاية له. ناس وراه. بس هو عايز يضمن اي كلات. حد يمينه. الواد ده فوق. ده اللي كان فوق. تحتي. توي. هنا هو عايز يمسك عليهم زون. Thank you.
money here. طبعا طبعا وعايزه يشتري صحابه. يا لهوي يا جدعان، جاله على الطبطاب خالص. ده 70 كيل لا 69 70 اليمينيشن. طب يا شباب، هو الواحد مش عارف يقول ايه الصراحة على الرياكت ده بأمانة الله. يعني انا مش عارف، هو الواد مفهوش حاجة، الواد ام اسيست وبينجو مش اقل حاجة، بينجو 58 يعني ده يكاد يكون عربي من لعبة البنجات دي، فالموضوع غريب. بس الريجستر عنده كويس جدا، الهيت ريجستر عنده كويس جدا، واللوبي حرفيا ما جاتش، اللوبي عيانة خالص يا جدعان. انك تعمل 69 كيلو اللوبي عيانة سولو سكواد، ده احنا بنشوف تنانين يا جدعان. فطبعا اللوبي سهلة وهو كده معاه وورلد ريكورد، وتقريبا شفت عنده على القناة معاه ريكورد برضو في اريا 99 هي كمان حاجة و60 كيلو برضو تقريبا 62. فممكن هنبقى برضو نعمل رياكت على فيديو تاني ليه ان شاء الله. ده رياكت على النهاردة، انا مش شايف حاجة في الواد خالص الصراحة. الواد بيتحرك، الواد ديمون يا جدعان، الواد ديمون ديمون حرفيا. ده 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 بيسلاك كانسل في الاتجاهات كلها، الواد لعيب فشخ مفيش كلام عليه يعني. فانا الصراحة مش شايف ان في حاجة في الواد، بس خلينا نتفرج وخلينا نشوف له حاجة تاني، يمكن مش حاجة بعيدة. ده رياكت على فيديو النهارده يا شباب، 69 كيل سولو سكواد اسمه دي اكس ام، هسيب لكم اللينك بتاعه في التعليقات، وان شاء الله باذن الله هسيبه في الديسكربشن. سيبوا لي يا جدعان اي حاجه انتوا عايزين تعرفوها في التعليقات، ولو سمحت تخشوا تسيبوا لي لينكات في الديسكورد عشان خاطر نعمل عليها رياكت ان شاء الله. اتمنى مشاهده ممتعه ليكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.